قالت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية أن الحرب الإسرائيلية مع حزب الله اللبناني أدت إلى أكبر عملية إجلاء في إسرائيل منذ 70 عاما. وذكرت الصحيفة أن مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل لم يتبقى فيها سوى 3000 ساكن من أصل 24000 قبل بداية الحرب، مضيفة أن صور الأقمار الصناعية تظهر أضرارا فادحة تعرض لها شمال إسرائيل في المباني والمحاصيل والأنشطة التجارية.